بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. يا من تتابعون وتراقبون هذه الانطلاقات والتحديات، وفي تاسع أيام هذا المهرجان، مهرجان سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظه الله ويرعاه يا رب العالمين من كل سوء ومكروه. التحديات مستمرة والانطلاقات مستمرة، هنا مع أول أيام تحديات الثنايا وانطلاقة الثنايا مع معارك الكبار وانطلاقة الكبار. إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، أعطية الإشارة لانطلاقة الشوط الرابع، والشوط هنا السابع لفية البكار، والمسافة هي 6 كيلومترات. انطلقت هذه الأسماء وانطلقت هذه الشعارات بحثا عن الانتصار، بحثا عن النوماس الغالي. أسير بحضراتكم وتقدم إلى البداية إلى القيادة. هنا من تسير نحو التحدي الأول، هنا الرعبية وخليفة بن عبد الله بن محمد بن عبد الله القعود، من يقدم لنا الرعبية وتحديات الرعبية هنا على القيادة على الريادة. المستوى الثاني هنا الواصل والمتقدم، وصلت هنا حضور، وهنا محسن بن مسفر بن محمد آل مرسان الهاجري من يقدم لنا حضور في هذا الحضور المتميز وفي هذا الحضور الكبير. على المستوى الثاني هنا في مركز الوصافة النقلة والدور، على المستوى الثالث هنا من الواصل من المتقدم، هنا الواصلة والمتقدمة تركيز وحمد بن هيام بن سالم العامري، هنا الداية يقدم لنا تركيز وتحديات تركيز. وركز يا بن هيان هنا قادمة على المستوى الثالث. المستوى الرابع هنا الواصل والمتقدم على رابع المراكز، هنا الشيخة وبخيت بن خلف بن سالم العنزي من يقدم لنا الشيخة وتحديات الشيخة على المستوى الرابع. المستوى الخامس هناك الواصل والقادم على خامس المراكز، من ينطلق ويقدم لنا شعاره في هذه التحديات في هذه المنافسات. وصلت هنا راهية وتحديات راهية، وفيصل بن علي بن جابر البن المري من يقدم لنا شعاره، التحق هنا بالخمس المراكز المتقدمة. إذن مشاهدينا متابعين الكرام، ذعنا على مسامعكم الخمس المراكز المنطلقة، الخمس المراكز المندفعة نحو التحدي الأول ونحو الانطلاق الأول. العودة بحضراتكم إلى القيادة إلى المستوى الأول. هنا من غيرت مجريات هذا الشوط وانطلقت بدورها نحو المقدمة نحو الصدارة، هنا حضور ومن يقدم لنا شعاره ويقدم لنا تحديات حضور على البداية على القيادة. وهنا محسن بن مسر بن محمد آل هنا الآل مرسان الهاجري من يقدم لنا حضور، هنا بن مرسان حاضر مع أول التحديات وأول الانطلاقات على البداية على المستوى الأول. المستوى الثاني هناك الواصل والمتقدم، هناك الرعبية وخليفة بن عبد الله بن محمد القعود يقدم لنا شعاره، ولكن هنا الوصول والقدوم من شعارك يا بن هيان يقدم لنا تركيز وتحديات تركيز. وحمد بن هيان بن سالم العامري أبناء دولة الإمارات حاضرين، هذا الشعار المتميز شعار شواهين وشعار الأسماء الكبيرة التي يقدمها في هذا العالم الساحر. هذا هو شعار بن هيان، ومن يقدم لنا تحديات تركيز حمد بن هيام بن سالم العامري. ولكن هنا الوصول وتدخل في هذه اللحظات من شعار البنا قادم ليقدم لنا راهية وتحديات راهية، وفيصل بن علي بن جابر البنا المري واصل ليقدم لنا تحديات راهية، وأيضا هنا الوصول والتدخل في هذه اللحظات من هذا الشعار أو النداء لهذا الشعار. وصلت الهدى وخليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قادم ليقدم لنا شعاره،
وليقدم لنا تحديات الهدى. هنا من وصلت وبدأت الآن تفرق الصفوف، بدأت الانطلاقة نحو الانطلاق الأول ونحو التحدي الأول. من يقدمها لنا؟ أحد الأبطال، أحد أبطال دولة الإمارات العربية المتحدة، قادم ليقدم لنا الهدى، وخليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، هنا بدأت بالاقتراب أيضا، هنا الوصول من شعارك يا هنا يا المتقدم خليفة بن عبد الله بن محمد القعود، يقدم لنا الرعبية وتحديات الرعبية. وأيضا هنا المنضم، هنا البنا واصل ليقدم لنا تحديات راهية، وفيصل بن علي بن جابر البنا المري واصل، ولكن وين العودة إلى الهدى وتحديات الهدى على البداية على القيادة؟ ومن يقدم لنا الهدى وتحديات الهدى؟ هنا الحاضر في هذا الصباح الجميل خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يقدم لنا شعاره ويقدم لنا تحديات الهدى. هنا قطعنا هنا 4 كيلومترات يا مالك الهدى، وتبقت هنا 2 كيلومترات، ما تفصلنا عن الانتصار، ما تفصلنا عن النوماس والهدى. هنا بدأت الهدى بالانطلاق مبكرا، ومن يقدمها؟ خليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، قادم من دولة الإمارات، وأيضا بالتحديد من دانة الدنيا دبي. ومرحبا بالأشقاء القادمين هنا في المملكة العربية السعودية. المستوى الثاني هنا الواصل والمتقدم، شعارك يا البنا، ليقدموا لنا تحديات راهية وانطلاقة راهية. وفيصل بن علي بن جابر البنا المري هنا الواصل والقادم على المستوى الثاني، ليقدم لنا شعاره وليقدم لنا تحديات راهية. وصلت الشعارات، وصلت الأسماء، وأيضا هنا القعود واصل، ولكن وين؟ وين الهدى؟ وين حد شاف للهدى؟ انطلقت الهدى بهذا الأداء المتميز، بهذا الأداء الرائع. ومن يقدم لنا شعاره؟ ومن يقدم لنا التحديات في هذا الصباح؟ 1200 1200 يا مضمرين، 1200 يا بن رشيد، ما يفصلنا عن الانتصار، ما يفصلنا عن النوماس القالي. انطلقت الهدى، هذه البطلة بهذا الشعار الكبير، شعارك يا خليفة يا بن سلطان بن رشيد السويدي. والكيلومتر الأخير انطلقت هذه البطلة، وأيضا هنا الوصول والقدوم، وصلت الشعارات، وصلت الأسماء قادمة. هنا في الكيلومتر الأخير سنشاهد هذه الشعارات أم الهدى؟ انهدت على البداية، انهدت على القيادة وعلى البداية. ومن يقدمها؟ خليفة هنا بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، انطلقت مبكرا هذه البطلة نحو الانتصار ونحو النوماس القالي. يا سلام يا الهدى بهذا الشكل الجميل، بالأداء المتميز. ومن يقدم لنا شعاره ويقدم لنا التحديات الصباحية مع تحديات الهدى؟ وخليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي قدم لنا الهدى وقدم لنا الأداء المتميز. وصلت الشعارات، يوهو، وصلت خيرة. وهنا سحين بن محمد بن حسن آل مطلق اليامي يقدم لنا شعاره في الأمتار الأخير، يوهو يا بابا بابا بابا، يا الأمتار المجنونة، يا الأمتار المجنونة. انطلقت هذه البطلة بهذا الأداء المتميز. من يقدم لنا شعاره ويقدم لنا هذا الأداء المتميز؟ هنا محمد بن حامد بن الصغير بالخرائط العامري إلى دولة الإمارات، إلى دولة الإمارات، من حاف من حاف في الأمتار الأخيرة. تهانينا تهانينا، والنوماس يا مالك من حاف. وهنا محمد بن حامد بن الصغير وبالخرائط العامري، ما ينفاجانا في اللحظات الأخيرة، وكانت من حاف بطلة لهذا الشوط. ومن قدمها؟ محمد بن حامد بن الصغير بالخرائط العامري. والمستوى الثاني كان هنا الوصول والقدوم من الهدى. ومن قدم لنا الهدى؟ هنا شعارك يا سلطان، يا بن خليفة، يا بن سلطان، يا بن رشيد السويدي، قدم لنا شعاره وقدم لنا هذا الحضور المتميز في هذا الصباح الجميل. والمستوى الثاني كان هنا الوصول والقدوم من شعار محمد بن عتيق بن زيتون المهيري.
إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم التحديات والانطلاقات ومن فاجأتنا في الأمتار الأخيرة كانت منحة بطلة لهذا الشوط ومحمد بن حامد بن صغير بالخرائط العامري. والسلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من ميدان الطائف إلى دولة الإمارات. لحظة وصول منحة قاطعة مسافة 6 كيلو في توقيت وقدرة 9:18.47 جزءا من الثانية، والمستوى الثاني اللي ما قصرت كانت الهدى وخليفة بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي 9:23.98 جزءا من الثانية، والمستوى الثالث كانت هنا مذيار ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. لحظة وصول مذيار إلى خط النهاية 9:25.72 جزءا من الثانية، والمستوى الرابع كانت غاية ومن قدم لنا قاية سيف هنا بن نهاب بن سليم العنزي، والمستوى الخامس كان هنا الوصول من فخامة وهنا سامي بسطام الشيباني. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، تابعنا وإياكم التحديات والانطلاقات، وكان هنا الحضور من شعار من حاف ومحمد بن حامد بن الصغير بالخرائط العامري. من قدم لنا شعاره وقدم لنا الحضور في الأمتار الأخيرة وكان بطلا لهذا الشوط، وأهدى السلام إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا والنماس على هذا التميز وعلى هذا الحضور والتوقيت الأفضل ليتسجل في هذا الصباح مع منحاف ومن قدم لنا شعاره وقدم لنا هنا منحاف محمد بن حامد بالخرائط العامري. تهانينا والنماس على هذا التميز وعلى هذا الحضور. يا مالك منحاف سلام، يا بالخرائط سلام على هذا الحضور والتميز في هذا المهرجان. شوطنا القادم بصوت الزميل المتألق دائما جابر بن محمد اليامي، نتمنى له التوفيق ونتمنى لكم التوفيق وحسن الاستماع.